خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الاخوان. نتمنى يعجبكم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي تتفرج فينا، ما تنساش تابونا معنا، تخلي لنا شي كومونتير. تحياتي للجميع الاخوان. جيتكم بهذا فلوق جديد خفيف ظري كما تشوفوا. تبارك الله، هنا كاين الاخوان 250 حولي، 250 حولي كامله سنه الحليب. اللهم بارك، اللهم يسر. اي استفسار الاخوان مرحبا. كاين لنا واحد يصفر اللي عنده الغرض الاخوان، مرحبا والف مرحبا. تحياتي لجميع الاخوان، اللهم بارك. اللهم بارك، اللهم بارك. هنا الاخوان تبارك الله، هذا الحولي هذا قليل في السوق، قليل، اللهم يسر. بالنسبه للمتتبعين، راه شافوا كانت واحد السلعه نهار 3 زرو، كانت تقريبا ما نقولوش اخت هادي، هادي زايده شويه، زايده عليا. كانت واصله في السوق 2400 درهم، كان مولاها قطعه ب 2700. اللهم يسر الاخوان، تحياتي للجميع، الله يسخر للجميع الاخوان. بالنسبه للمتتبعين العياده، تحياتي لهم وتحياتي للجميع الاخوان. كان شويه الثمن، ولكن راه العلف غالي، والله يحسن العوان الكساب، والله يحسن، الله يحسن العوان الجميع. هذا ما نقولو. حتى بالنسبه للناس اللي شاريه، راه الانسان الا شرا غير سيمانه راه غادي يتضعق في العلف. الا شرا دابا باش غادي يدي لشي مدينه، غير الترونسبور غالي، زيد عليها الخدامه، زيد عليها الماكله اللي غتاكل هاد السيمانه، راه قاسها. والله يسخر الجميع. المهم الاخوان، كاينه 250 حولي مازال على الله. السيد مولاها قال لي مازال ما شافها حتى شي واحد، مازال ما عطاوها حتى شي حاجه، وراه من المتتبعين. غيكون حاضر معنا حتى هو في لي كومونتير. واي استفسار مرحبا والف مرحبا. 0661 48 27 21. اخوكم راعي الغنم الاطلس المتوسط، يحييكم من مدينه ازرو. موعدنا ان شاء الله تطوان ان شاء الله الاخوان. انا غادي نتواجه المنطقه الشماليه، غنمشي ان شاء الله النواحي ديال تطوان لكورنا، غادي نديو الكسيبال تما. وبالنسبه للناس ديال الشمال مرحبا والف مرحبا. ونخليكم الاخوان مع تتمه الفيديو. يعني واخا التصوير ناقص شويه الاخوان، ولكن راه تبارك الله المليح مبين راسو. اللهم يسر. تحياتي لجميع الاخوان، ما تنساوش تفعلوا معنا في القناه وخليونا شي كومونتير.